أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة ردود الأفعال حول قرارات الرئيس هذه الأخيرة. أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الرب منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض بمناسبة تعيينهم في مناصبهم. وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النفط والمعادن أوس العود ووزير الزراعة والري عثمان مجلي ووزير النقل صالح الجبواني ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري أدوا اليمين الدستوري أمام الرئيس هادي. وأثناء ذلك حث الرئيس هادي الوزراء على بذل أقصى الجهود لتجاوز الصعاب وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوفير الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل يمكن القول بأن التعيينات الأخيرة ستكون تدشينا لمرحلة جديدة يمكن من خلالها استعادة السيطرة على القرار في المحافظات الجنوبية؟ وماذا بشأن تعز؟ هل يأتي تعيين المحافظ الجديد في إطار إعادة النظر تجاه هذه المحافظة؟ نشاهد التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. حزمة جديدة من القرارات الجمهورية بتعيين وزراء جدد وإقالة عدد من محافظي المحافظات بهدف إحداث تحولات تتناسب مع ما تمر به البلاد من تحركات على الصعيدين العسكري والسياسي. شملت القرارات تعديلا وزاريا في حكومة بن دغر حيث تم تعيين أحمد الميسري وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن خلفا لحسين عرب الذي تم تعيينه مستشارا للرئيس هادي لشؤون الأمن. هذا التعديل يعد الأبرز ويرتبط بشكل مباشر بمحاولة تعزيز سلطة الحكومة على الأجهزة الأمنية في عدن التي لا تتبع الحكومة الشرعية بل التحالف العربي. ويرى مراقبون أن تعيين وزير مدني لمنصب أمني في ظل التعقيدات الموجودة على الأرض لن يحدث فارقا أو يمكن الحكومة من السيطرة على تلك الأجهزة. وزارة النفط هي الأخرى، فقد تم إقالة الوزير المحسوب على محافظة مأرب وتعيين وزير جديد لوزارة ما زالت معطلة على الرغم من سيطرة الحكومة الشرعية على مواقع حقول إنتاج النفط والغاز وموانئ التصدير، وذلك ما يحرم خزينة الدولة العامة من مليارات الدولارات التي ستمكنها على أقل تقدير من الإفاء بدفع مرتبات الموظفين. وللمرة الثالثة استهدفت تعيينات المحافظين إقالة آخر محافظين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لتقديم نفسه بديلا للحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية. تمت إقالة محافظي لحج والضالع بعد يومين من عقد اجتماع ما أطلق عليه الجمعية العمومية لإحدى هيئات المجلس الانتقالي، وتم تعيين شخصيتين عسكريتين في منصبيهما بمحافظتي لحج والضالع. تعز كانت حاضرة في التعديلات حيث تم تعيين أمين أحمد محمود محافظا لها بدلا عن علي المعمري الذي سبق أن قدم استقالته في وقت سابق ورفضها هادي. وبحسب المراقبين فإن أمام محمود مهمة صعبة في ظل الانقسام الذي تمر به المحافظة وملفات شائكة وعلاقات متشعبة بين مختلف القوى المحلية والإقليمية بخصوص مستقبل المحافظة وتأخر قرار تحريرها لأسباب تتعلق بالتباينات بين القوى، مهمة تحتاج لإرادة ودعم يتعدى الاكتفاء بقرار التعيين وترك المحافظ بدون سند محلي وحكومي. التعديلات على الورق تحتاج إرادة تتجاوز الصراع بين الرئاسة والتحالف وتحويل تلك القرارات لأدوات تعزز حضور الدولة وتنهي حالة الانقسام والعجز والفشل. الأيام القريبة ستكشف عن فاعلية تلك القرارات أو اعتبارها استمرارا لتفويت الفرص وبوابة لاستمرار الإدارة بالفشل. أبدأ النقاش مع ضيفنا من الأردن مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. بداية، في أي إطار يمكن قراءة القرارات الأخيرة للرئيس هادي؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام جميعا. هذه القرارات تأتي في إطار ترتيب البيت الداخلي للحكومة الشرعية وأيضا التخلص من بعض القيادات التي دعمت التمرد ودعمت أدوات انقلابية على الدولة من داخل الدولة، وهم ما كان يعرف بأعضاء وقيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي. هؤلاء القيادات تم
منحهم الفرصة تلو الأخرى لكي يعودوا إلى رشدهم ويتعاملوا من خلال المسؤوليات المناط لهم من خلال عملهم كمحافظين وكوزراء متواجدين في إطار الحكومة، لكنهم رفضوا وتعنتوا واستمروا في غيهم للتمرد على الدولة وعلى الحكومة، بالتالي تم الإطاحة بهم وتعيين قيادات موالية للشرعية وتعمل وفق التوجهات الشرعية وتنفذ التوجهات الشرعية، لأنه في الفترة الماضية كانت رئيس الجمهورية قد أصدر بيان ودعا كل من وردت أسمائهم في هذا المجلس أن يعودوا وأن يراجعوا مواقفهم وأن يعودوا عن هذه الخطوات، ولكنهم رفضوا، وبالتالي تم تغيير محافظ حضرموت ومحافظ شبوة ومحافظ سقطرى، وهذه المرة تم تغيير من تبقى منهم وهو محافظ لحج وكذلك طالع وكذلك وزير النقل الذي أكد أكثر من مرة قال أنه لن يعود عن هذا المجلس وحتى لو بقي وحيدا، بالتالي هو الآن وحيدا والباقي كلهم وحيدين، وفنادق أبو ظبي أعتقد تنتظرهم الآن بعد أن خرجوا من الحكومة. التغييرات الأخرى تأتي برجال محسوبين. طيب ما أنك أشرت إلى نقطة الفنادق، ربما أيضا اليوم أدوا اليمين الدستورية في مقر الإقامة الرئيس والحكومة في الرياض، ماذا عن الاستقرار وإمكانية أن يعمل هؤلاء الوزراء وهذه التعيينات أن يكون لها دور فاعل وكلمة على أرض الواقع في العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات المحررة؟ نعم، هذه التغييرات تأتي في هذا الإطار، يعني كنا ننتظر جميعا بعد أن تم تحرير عدن أن تكون هي منطلق لأن تكون هي مقر للحكومة الشرعية، لكن نتفاجأ أن من كانوا جزء من السلطة كانوا يحاولون أن تبقى عدن بعيدة عن محيطها وأن تكون عدن هي خاصة لهم فقط ولا يريدوا أن يقبلوا بأي أحد من خارج إطارهم الجغرافي، بالتالي كانت هناك معوقات كثيرة وتم استهداف الكثير من القيادات وتم منعهم من ممارسة عملهم ومزاولة عملهم من مدينة عدن، وبالتالي حتى هم وإن كانوا موجودين في عدن كانوا يتواجدون فقط في قصر معاشيق ولا يسمح لهم بالخروج من هذه النقطة، بالتالي هذه التغييرات تأتي في هذا الإطار من أجل ترتيب الوضع الداخلي لمدينة عدن وكذلك للضالع ولحج وباقي المحافظات. سأعود لك أستاذ مختار لنتناقش في موضوع اليوم لمن الكلمة الفصل في العاصمة المؤقتة عدن، هل لحكومة هادي أم للمجلس الانتقالي الجنوبي، والعلاقة والربط بينها صدور هذه القرارات والتئام الجمعية العامة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. لكن بعد أن نشرك معنا بالنقاش من القاهرة عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الأستاذ علي الصراري، أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي الصراري، سنعود للأستاذ علي الصراري من القاهرة. أعود إذن للأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار الرحبي، ما علاقة صدور هذه القرارات بعد يوم من التئام الجمعية الوطنية، وأيضا اليوم ونحن نبحث عن ربما الفاعلية لهذه القرارات، لمن هي الكلمة اليوم في العاصمة المؤقتة وباقي المناطق المحررة، وما هي إمكانية تحرك هؤلاء الوزراء حتى تكون هذه القرارات لها فاعلية أكثر ربما ويتم من خلالها خدمة مشروع الشرعية في إطار استعادة الدولة؟ الكلمة الأولى من قبل ومن بعد هي للشرعية، حتى وإن خرجوا بتحركات ما يسمى بالمجلس الانتقالي والجمعية الوطنية والاجتماعات الفرعية في المهرة وفي سقطرى وفي المناطق الأخرى، بالتالي تأتي القرارات الشرعية والمعترف بها والتي هي التي تنفذ هي قرارات رئيس الجمهورية وقرارات الشرعية. هناك مشكلة حقيقية متواجدة في المناطق المحررة، بالفعل نقول هناك مشكلة، لكن الكلمة الفصل هي لرئيس الجمهورية، حتى ما كان يسمى باللجنة الثلاثية التي كان المفترض بها أنها هي التي تصدر القرارات، وهذا طبعا سحب للشرعية وسحب للقرار السيادي من فخامة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو صاحب القرار الأول والأخير في الشرعية اليمنية. الفاعلية تأتي من خلال ترتيب الوضع الداخلي في هذه المناطق، الفاعلية تأتي من خلال هل سيتمكن هؤلاء الوزراء والمحافظين من القيام بعملهم، لأننا نعرف أن المحافظ عدن السابق الأستاذ عبد العزيز المفلع الذي قدم استقالته لم يستطع على مدى أشهر طويلة، لم يستطع أن يدخل مبنى المحافظة، لم يستطع أن يدخل حتى مبنى منزل المحافظ، كانت ميليشيات أيدروس الزبيدي وميليشيات هاني بن بريك تحوز دون ذلك. الآن هل بالإمكان أن يتم أن يمارس الوزراء وزير الداخلية وهو الذي له موقف صلب من ما يسمى بالمجلس الانتقالي أحمد البيسري ورأيها له مواقف معلنة من هذه التحركات،
يقول هل ستكون سيقوم بعمله من مدينة عدن ويستطيع يواجه هذه الجماعات الخارجة عن نظام القانون والخارجة عن الشرعيات السورية؟ هذا السؤال. بالتالي المحافظة الأخرى أعتقد وقعها سيكون بأريحية أفضل، وهي محافظة لحج وكذلك محافظة الضالع. أمس كان موقف محافظة الضالع موقف إيجابي، حيث قال أنه مستعد للتسليم وأنه مرحب بهذا القرار وأنه أسعد يوم بحياته. بالتالي نقول الآن ذات الوزراء، أنا أعتقد أن على رئيس الوزراء وجميع الوزراء أن يتم ترتيب وضعهم في مدينة عدن، وأن تقوم الحكومة بأداء عملها من داخل مدينة عدن. طيب سنعود للحديث عن التحديات والصعاب الماثلة أمام الحكومة. نشرك معنا بالنقاش مرة أخرى من القاهرة الأستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني. أهلا بك أستاذ علي. أهلا أستاذ علي. هل هذه القرارات فقط تغيير في الأسماء والحقائب، أم ربما هناك تبدل قادم في المشهد العام والسياسة العمل الشرعية قريبا؟ الحقيقة إذا كان هذه القرارات هي مؤشر على التبدل، فهو سيكون تبدل نحو الأسوأ وليس نحو الأفضل. القرارات الأخيرة في معظمها، ولا أقول كلها، في معظمها هي في الواقع زادت المزيد من الضعف والتهلهل على التحالف السياسي والوطني الداخلي. إلى حد كبير هذه القرارات ستضعف الجبهة الداخلية وستضعف الروح المعنوية التي نحتاج الآن إلى تعزيزها وتقويتها بما يتواكب مع الانتصارات العسكرية التي تحقق في مختلف الجبهات. أنا أعتقد أن التغييرات التي حصلت هي تغييرات إلى الوراء وليست إلى الأمام، ولا أعتقد بأن بعض الأسماء التي تبوأت الآن مواقع مهمة يمكن أن تضيف أي شيء. الوضع سيزداد سوءا، وبالذات في المحافظات الجنوبية التي تمثل هذه القرارات إقصاء ما تبقى من المقاومة الجنوبية من وجودها في إطار الشرعية. طيب لو بشيء من التفصيل أستاذ علي، لماذا هذه القرارات تؤدي باتجاه المزيد من السوء والتدهور؟ أظن أن القرارات تتخذ بدون دراسة كافية، وعلينا أن نتساءل هل الوضع الآن بعد هذه القرارات سيكون أفضل أو أسوأ. الحقيقة أن الوضع سيكون أسوأ. نحن نحتاج إلى قرارات فعلا تحقق نقلة إلى الأمام، توطد وتمثل التحالف وتوحيد الجبهة الداخلية، وتجعل كافة القوى على الساحة تقف على صعيد واحد في مجابهة الانقلاب. أما حقيقة يعني استبدال أسماء بأسماء هي تغييرات لا تقدم ولا تؤخر، وخاصة أن بعض هذه الأسماء مجربة ومعروف عدم كفاءتها، بل ومعروف ضلوعها في الفساد. طيب هذه القرارات تتخذ بدون دراسة، ما رأيك بمن يقول أنها اتخذت بعد تنسيق واتفاق ومراجعة داخل اللجنة الثلاثية اليمنية الإماراتية السعودية، والحديث عن اتفاقات ربما قد تفضي إلى مشهد وملمح جديد ربما لمعركة الشرعية ضد الانقلابيين؟ إذا كان أيضا الأشقاء العرب في التحالف العربي مشاركين في مثل هذه القرارات، فهذا أمر سيكون مبعث أسف حقيقي، لأنه المفروض أن يؤخذ الآن بعين الاعتبار ماذا تحتاج الجبهة الداخلية اليمنية من إجراءات لكي تعزز ولكي تقوى. أما اتخاذ قرارات فقط لأن ثلاثة أطراف لا أعتقد بأنهم درسوا بشكل كافي هذه القرارات. أنا أعتقد أنه يعني التصرف مع قضية اليمن بهذه الطريقة هو لا يخدمها، وبالعكس سيزيد الوضع تعقيدا. وفي تقديري أن الانقلابيين الآن يتنفسوا الصعداء، لأنهم سيجدوا أن هذه القرارات أولا ستعمل إحباط داخلي، وبالتالي ستجعلهم أيضا يتصرفوا على أساس أنه حتى الآن يعني حالة
حالة القوى الوطنية المناهضة لهم لم تتعزز بعد ولم تصل إلى المستوى المطلوب من القوى والتحالف. طيب سأعود لك أستاذ علي وللأستاذ مختار ينضم إلينا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. بداية قراءتك وتعليقك لهذه القرارات، ما الذي استوقفك في هذه القرارات؟ هل أنت متفائل بها أم ربما هناك شيء من التشاؤم مثل ما تحدث به الأستاذ علي الصراري؟ المسألة ليست تشاؤم أو كما يقول فرحا بالقرارات، لكن نحن الذي في الداخل لدينا مجموعة كبيرة من الهموم والمشكلات ومن مراقبة لمسألة العداء. أعتقد أن القرارات التي دفعت بمجموعة من العسكريين كمحافظين هي نوعا من تعزيز سلطة الدولة وفرض قوتان خشنة، هذا أولا. والجانب الآخر فعلا محتاج الداخلية فيما يخص المحافظات الجنوبية تحديدا والمحافظات المحررة إلى مزيد من القبضة الحديدية لفرض الأمن. الأمن لا تفرضه التفاوضات، الأمن تفرضه مصالح عليا، وعلى الدولة أن تكون العداء الخشنة بيدها تحت السيطرة الكاملة. المسألة ليست في الحكومة فقط، لكن المسألة الأساسية في مدى قناعة الممولين أي الأطراف الثلاثة الرئيسية الممثلة باللجنة الثلاثية. جرى تعيين وزيرا للداخلية، فهل أعطيت له كامل الصلاحيات بما فيها السيطرة على الأحزمة الأمنية وإدارة الأمن في كل من عدن أبيان لحظة الضالع وأيضا تعز مارب؟ هذه المسألة، هل الإمكانيات متوفرة أن تغير محافظ وتأتي بمحافظ آخر؟ هل هناك إمكانيات باعتبار أننا على أبواب عام جديد؟ هل سوف نفضل تغيير وزير النفط إلى أن تبدأ الحكومة ببيع وضخ النفط وبالتالي تصبح لديها مورد كبير؟ ما الذي سوف يترتب على هذه القرارات؟ أعتقد طيب ونحن نبحث فيما سيترتب على هذه القرارات، هل كانت الإشكالية وما زالت في الأسماء والحقائب أم ربما في السياسة، في أداء الرئاسة، في أداء الشرعية، في مدى التنسيق والتفاعل ما بين الأطراف الثلاثة الفاعلة الشرعية والإمارات والسعودية اليوم؟ في مدى التنسيق بين الأطراف الثلاثة وتوفر الإمكانيات، القرار يتحول إلى شيكات في البنك المركزي وتوفر إمكانيات مادية للحركة وبالتالي تفعيل الأداء. أغلب مثلا المحافظات لها من 4-5 أشهر بلا رواتب، ما الذي يمكن أن تفعله لو أتيت بشخص من الملائكة ليقود هؤلاء وأنت غير قادر على إلزام الناس لأنك لا تدفع رواتبهم؟ وبالتالي الحديث هنا عن تواضع الدولة واستعادة الدولة. استعادة الدولة عادة ما يجب أن يكون متمتعا بقوة خشنة. هذه القوة الخشنة كان المفترض أن يتم تعيين المحافظين بالذات في المناطق التي لم تتحرر بشكل كامل من الإخوة العسكريين، ويفضل أن يكونوا من قادة المحافظ بحيث يقوم على هؤلاء أن يقوموا بأمرين، تحرير هذه المناطق ثم إدارتها إلى أن تسلم إلى الجهة المدنية. أعتقد أن القرارات التي اتخذت فيها نوعا من القوة، فيها نوعا من الحزم، خصوصا أن هنالك اثنين برتبة عميد جرى إسناد محافظتي الضالع والأحد إليهما وهما قادة وحدات عسكرية، وهذا ينبه على أن هناك عمل عسكري قادم. جرى تغيير محافظ تعز، جرى أيضا تغيير وزير الداخلية، وبالتالي لا أعتقد أن وزير الداخلية الجديد سوف يأتي إلا بصلاحيات كاملة وبتمويل كامل لاتخاذ القرارات. الأيام ستثبت ذلك. سأعود لك أستاذ عبد الهادي، أعود لأختم مع الأستاذ مختار الرحبي من الأردن. أستاذ مختار الرحبي، إذن هناك من ما زال ينظر لهذه القرارات ربما أنها تضعف الجبهة الداخلية كما تحدث الأستاذ علي الصراري وتؤدي إلى المزيد من التدهور والسوء، هناك إقصاء لبعض الأطراف وربما حصر الشراكة ما بين أطراف معينة بحد ذاتها إقصاء إذن للمقاومة الجنوبية كما قال الأستاذ علي الصراري، وأيضا ربما هو لم يوضح لكن حتى الآن عدم صدور أي بيانات سوى من التجمع اليمني للإصلاح، يبدو أن هناك إشكالية وعدم تفاعل وتجاوب مع هذه القرارات من باقي الأطراف الفاعلة السياسية. لماذا الإصرار على إقصاء البعض من خلال هذه القرارات؟
أخي العزيز سامي، بالنسبة لموضوع الإقصاء، رئيس الجمهورية لديه مستشارين من جميع الأحزاب ومن جميع الأطياف السياسية، بالتالي لا أعتقد أنه سيتم اتخاذ قرار بدون الرجوع لكل هؤلاء القيادات السياسية وقيادة الأحزاب. بالنسبة لمن تم الإطاحة بهم وهم كانوا أعضاء، البعض منهم كان أعضاء في المجلس الانتقالي، يا أخي العزيز هؤلاء تم تجربتهم في العمل وفشلوا في عملهم، وحينما تم إقالتهم خرجوا وتمردوا على الدولة. ما الذي تريدون من رئيس الجمهورية أن يعمل؟ يعني تم تعيينهم بعد ضغوطات وبعد أن قالوا أنهم هم المسيطرين الأرض وأنهم هم من حرروا البلاد وأنهم، هذا لا أحد ينكر جهود أي أحد، هذا تاريخ لا أحد ينكره، ولكن بعد أن تم تعيينهم فشلوا في إداراتهم وفشلوا في توفير أبسط الأشياء للمواطن اليمني. بعد أن تم إقالتهم خرجوا وتمردوا وشكلوا مجالس انتقالية خارج إطار الدولة. لا يوجد هناك إقصاء. اليوم الحراك الجنوبي والجنوبيين هم من يديروا المحافظات الجنوبية. اليوم كل من تم تعيينهم في محافظاتهم هم من أبناء محافظتهم. حتى محافظة العز هو من محافظة العز، ومحافظة الضالع من الضالع، ولحج من لحج. بالتالي لا يوجد هناك إقصاء. هناك إشراف للجميع. نحن أمام معركة. لسنا أمام تقاسم للسلطة وتقاسم في الكعكة الآن. نحن لسنا أمام تقاسم، لأننا أمام معركة. في حال انتهت هذه المعركة ممكن أن نتحدث عن الشراكة وندخل بشراكة وندخل في تقاسم للكعكة وتقاسم للسلطة. نحن الآن أمام معركة، ما تزال المعركة الآن في تعز، ما تزال المعركة الآن في حدود لحج، ما تزال المعركة في البيضاء، ما تزال المعركة في صرواح وفي عين. الآن رئيس الجمهورية حينما يصدر هذه القرارات بكل تأكيد البعض منهم سيعجبه هذه القرارات، البعض الآخر سينزعج، البعض الآخر سيتخذ مواقف عدائية، لكن نحن نقول أن هذه القرارات تأتي في إطار ترتيب البيت الداخلي للحكومة الشرعية، تأتي من أجل ترتيب وضعها في الداخل وكذلك في الخارج. أشكرك الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، أعود للأستاذ علي الصراري. أستاذ علي الصراري، حتى اللحظة لم يصدر أي موقف من الحزب الاشتراكي اليمني، لماذا ومدى امتعاضكم من هذه القرارات؟ وأيضا الأستاذ مختار الرحبي يتحدث ربما عن أنه الوقت أو اللحظة الراهنة هي ربما قد تكون أبعد من التقاسم في المناصب والمسؤوليات، هي لحظة حسم للمعركة وضرورة تفرض هذه القرارات وهذه التعيينات بعيدا عن الحصص. لا أعتقد بأن هناك ضرورة فعلا من أجل اتخاذ قرارات من هذا النوع. بالعكس، أنا أتصور أنه كان الأمر يحتاج إلى تروي، ويحتاج فعلا إلى يعني التبصر في اتخاذ القرارات. نحن نعرف تماما أنها لن تزيد الوضع الداخلي إلا تعقيدا وصعوبة. ولهذا أنا أقول بأنه الشراكة المطلوبة من جميع الأطراف تقتضي فعلا أن يكون هناك مشاورات حقيقية وليس شكلية، مشاورات حقيقية من أجل دراسة الاختيارات لكي فعلا نأخذ باختيارات مناسبة وليس باتخاذ خطوات مرتجلة نجد أنها تنعكس سلبا يعني على الوضع في المستقبل. طيب، في الفترة الماضية أستاذ علي الصراري، ما هي مسببات التعثر في أداء الحكومة الشرعية في المناطق المحررة؟ هو يعني أولا لا زلنا في حالة الحرب، ولذا يعني التوقع أن يكون هناك تعثر وتعقيدات وصعوبات أمر طبيعي تماما. وأقول بأن عدم وجود تفاهم بين الأطراف المتواجدة على الأرض على ساحة المحافظات المحررة ربما يكون سبب رئيسي في مثل هذا التعثر. ولكن أعتقد أن القرار السياسي ينبغي أن يكون مستوعب لهذا الوضع ويحاول أن يوجد معالجات وليس العكس. طيب، تحدثنا ربما كثيرا عن موضوع الجنوب، إذا ما ركزنا قليلا على موضوع تعز، قرار تعيين المحافظ الجديد، هل من تغيير يمكن أن يشهد المشهد في تعز بهذا القرار؟ هل يمكن أن تذهب المحافظة باتجاه التحرير الكامل، تحسين في الوضع داخل المحافظة؟ أنا أظن بأن اختيار المحافظ الجديد أمين أحمد محمود هو اختيار إلى حد كبير اختيار موفق، لأن أمين أحمد محمود ممكن أن يلعب دور ميزان بين مختلف القوى والتوجهات، ويمكن أن يعني يبذل جهد أكبر في يعني في خدمة تعز.
طبعا الوضع بالنسبة لتعز هو يختلف عن بقية المحافظات. الأمر في تعز يحتاج إلى قرار استراتيجي، يحتاج إلى قرار يتعلق باستكمال تحريرها. طبعا تغيير المحافظ، خاصة بعد أن المحافظ السابق رفض أن يواصل العمل، أنا أعتقد أنه يعني أمام يعني الاختيارات المطروحة كان يعني اختيار أمين أحمد محمود اختيار جيد، لكن أنا أعتقد أنه تعز تحتاج إلى معالجة أكبر من اختيار محافظ لها. أشكرك جزيلا أستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراك اليمني، كنت معنا من القاهرة. أختم مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي من تعز. أستاذ عبد الهادي، إذا ما ركزنا على الوضع في تعز، ما الذي يحتاجه المحافظ الآن، وإلى أي حد باعتقادك أن السلطة والحكومة ستغير من طريقة تعاملها فيما يخص محافظة تعز؟ إلى أي حد سيكون هناك دعم للمحافظة الجديد باتجاه تحرير المحافظة وترتيب الوضع فيها بشكل أفضل؟ أعتقد أن الشخص بحد ذاته لا يمتلك عصا سحرية، ولا يمتلك أيضا في المقابل ما يمكن أن نسميه بعصا موسى. هو محتاج إلى إمكانيات، هذه المحافظة محتاجة إلى أولا مسألة التحرير، اثنين الرواتب، ثلاثة الأمن والخدمات. هذه العملية متكاملة، محتاج إطلاق موازنة المحافظة، إطلاق تغطية الرواتب، تحريك المسألة فيما يخص الجانب ما وأيضا الأمن والدفاع، التحرير أولا ثم تأمين المحافظة، وثالثا هي مسألة الخدمات والإغاثة، وهذه عوامل مرتبطة، هي ما عاقت المحافظة السابق، لأن المسألة الآن مرتبطة بكيفية استكمال اندماج ما يسمى بالمقاومة والجيش وفرض السيطرة الأمنية الكاملة عليها عبر اللجنة الأمنية، وبالتالي تحتاج إلى أدوات حزب. المحافظ يستطيع فيما إذا استطاعت الحكومة تمويله وتحريك جبهات تعز التي بسبب توقفها تنتشر هذه الحالة الأمنية على الداخل. هذا جانب. أما بقية القرارات فأعتقد أنها موفقة جدا، خصوصا فيما يخص وزير الداخلية تحديدا. فوزير الداخلية أنا أعتقد أن القرار موفق جدا بالنسبة لأحمد الميتري، هو عرض قوي وحركي أيضا ويحتاج إلى مدى كبير. وبالنسبة لبقية القرارات أعتقد أنها موفقة جدا، على الحكومة أن تثبت وجودها وأدائيتها، وبالتالي هي المسؤول الأول. والأجمل في الأمر إن كان هناك توافق حقيقي والتزام حقيقي من التحالف العربي بدعم هؤلاء، وأيضا تغيير وزير النفط مؤشر على أن الحكومة سوف تبدأ بضخ النفط خصوصا بعد تحرير شبوة، أي أنها سوف تحل معضلة التمويل وهي أهم معضلة تواجه الحكومة الآن. مسألة التمويل المالي، لا يمكن أن نتحدث عن قرارات بدون غطاء مالي، السلطة في الأخير مال، كل الحركة تحتاج مال، حركة الجيش، الأمن، الخدمات، التعليم، الصحة، غيرها، هي في الأخير مال وإمكانيات مادية. الناس ليسوا ممانعين ومتباعدين جدا، وأعتقد حتى في المحافظة الجنوبية هنالك إظهارا للحزم من الحكومة بتعيين قادة عسكريين، وهذه العملية سبق أن نجحت في حضرموت عبر تعيين محافظ وقائد المحور في حضرموت، وهي نجحت، وبالتالي أعتقد شخصيا أنها قابلة للنجاح جدا في الضالع وأيضا في لحد، وسوف تنجح في تعز بشرط أن تحل المعضلات التي استقال بوجودها المحافظ السابق وعلى رأسها مشكلة الرواتب. أشكرك. لا، هذه المحافظة محاصرة ومنكوبة، وبالتالي المناطق المحررة محتاجة إلى تكوين، محتاجة إلى تفعيل الأمن. هذه المسألة الجميع يشكي في تعز، الإدارة المدنية والعسكرية والأمنية، من غياب الإمكانيات. يبدو أن هنالك سوء فهم لهذه المسألة من قبل الإخوة في الحكومة الشرعية، بحيث أن الإمكانية المادية تصور أن محافظة تعز إلى الآن تظل هذه ربما أبرز التحديات اليوم الماثلة في تعز. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام، تحية منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، في أمان الله.